السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى متابعين، سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية القطة البيضاء في المنام للعزباء فتابع معنا. العزباء التي ترى القطة البيضاء فإنها تحظى بحالة من الاستقرار النفسي والعاطفي في هذه الفترة من حياتها. تبشر رؤية القطة البيضاء البنت العزباء على أنها سوف تتخرج من دراستها وتحصل على درجات التفوق. كما أن القطة البيضاء في حلم العزباء تدل على زواجها من شخص صالح في الفترة القريبة القادمة. لو رأت البنت العزباء قطة بيضاء فإن ذلك يعتبر بشرة سارة لها باقتراب الزواج أو الخطوبة من شخص جيد. القطة البيضاء في حلم البنت أيضاً تشير إلى السمعة الطيبة والسيرة الحسنة التي تتمتع بها هذه البنت. قد تكون القطة البيضاء في حلم البنت إشارة إلى وجود صديقة حسنة في حياة هذه البنت دائما ما تأخذ بيديها إلى طريق الصواب تشير القطة البيضاء أيضا إلى التغيرات الإيجابية التي سوف تحدث في حياة هذه البنت في الفترة القادمة لو رأت البنت العزباء أنها تخاف من القطة البيضاء في الحلم دل ذلك على أن هذه الفتاة تخاف من الخطوات القادمة في مستقبلها وتشعر بالتردد والرهبة وفي حاله رؤيه الفتاه العزباء لتجمع عدد من القطط البيضاء الصغيره دل ذلك على الفرحه والسرور والسعاده التي ستشعر بها الرائيه وهي من الرؤى الجميله والمحموده والتي تدل على قدره الرائيه على حل المشكلات والصعاب اما اذا رات نفسها في المنام تهرب من القطط وتختبئ منها كان ذلك دلاله على خوف الفتاه مما ستلاقيه في مستقبلها قد ذكر ابن شاهين تفسير رؤية القطة البيضاء في منام العزباء التي لم يسبق لها الزواج هي دلالة على وجود صديقة من المقربين منها تخدعها وتحمل صفات سيئة وتغير من الرائية وتسعى لإلحاق الضرر بها أو على الأقل تبين لها عكس ما تشعر أما إن كان منام الرائية وجدت نفسها تحولت إلى قطة دل ذلك على إحساسها بالخوف والضيق والقلق أو من خوفها من تصرفات شخص دخل إلى حياتها بشكل قوي ومؤثر ولكن في بعض الأحيان تكون رؤية القطط في المنام دليلا على الأخبار الجيدة والسعيدة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد لا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والإشتراك بالقناة ليصلكم دائما كل جديد لنا إلى اللقاء